المدرسة هذه اليوم ربما ينتظر فيها برشا مواطنين، وهي اللي تمديد بن خليدة وبالأحرى سكان المدينة لتنقيس الضغط الكبير على زوج المدارس الموجودين في وسط المدينة. صحيح صار التعطيلات في وقت ما نظرا للإمكانيات المالية والمقاول، لأنه تم تدارك الإخلال هذايا. اليوم زار رئيس اللجنة المكلف بالمندوبية لمتابعة سير المشروع ومشى معه السيد المستشار البلدي السيد رضا الهرقام. نسبة تقدم الأشغال في حدود 70%، إن شاء الله تكون جاهزة على الأقل، حتى كان فما تأخير باش يقع تأخير بأسبوع 10 أيام في أقصى تقدير، وتكون المدرسة هذه جاهزة لقبول تلامذتنا.